العاجل لهذا السبب غاب السيد عن مباراة كريستال بالاس. خبر حزين، حمد الله يعلن إصابته بكورونا وينشر تدوين مؤثرة. رأى هدف عالمي من نجم المنتخب المغربي زياش، عاد مايسترو المنتخب بعد غياب طويل. تصريح فرانك لامبارد يكشف قوة زياش الحقيقية. سؤال النشرة، هل ترى أن مدرب المنتخب المغربي سينجح ويقود المنتخب لمونديال قطر؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات أسفل هذا الفيديو. السلام عليكم متابعي قناة المنتخب نيوز، شكرا على تفاعلكم، شكرا على دعمكم المتواصل، ولا تنسى تشجيعنا بخطوتين: الاشتراك في القناة ودعمنا معنويا بضغطك على زر الإعجاب. قالت تقارير إعلامية إنجليزية إن مدرب فيرهامبتون نونو سانتو اضطر إلى إجراء تغيير في خطه الدفاعي خلال مواجهة أمس أمام ضيفه كريستال بالاس في الجولة 7 من منافسة البريمير ليج، وأنه اضطر إلى سحب غانم سيس الذي شغل مركز ظهير أيسر خلال المباراة السابقة أمام نيوكاسل والاحتفاظ به في كرسي الاحتياط بناء على الأرقام التي حققها في مواجهة كريستال بالاس. وأضافت أن الدوري المغربي لم يكن في قمة مستوى خلال المباراة الماضية، حيث بدأ أقل مستوى بعض الشيء، وشغل سيس مركز ظهير أيسر خلال المواجهتين السابقتين. ورغم أن الإعلام الإنجليزي نوه في تقاريره سابقة بأدائه في مركزه الجديد، إلا أن مدرب فيرهامبتون كان له رأي آخر وتركه في كرسي البدلاء في مباراة أمس أمام كريستال بالاس. أعلن عبد الرزاق حمد الله عن إصابته بفيروس كورونا والذي ضرب صفوف العالم مؤخرا. ونشر حمد الله تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه. وتابع: تأكدت إصابتي بكورونا لله الشكر، بشفاء العاجل للجميع، وحفظكم الله من كل مكروه أينما كنتم. وبات حمد الله خامس عضو بفريق النصر السعودية تتأكد إصابته بفيروس كورونا بعد كل من وليد عبد الله وعبد العزيز دوسري ويحيى الشهري، إضافة إلى عضو بالطاقم التقني للفريق. اختار ياسين بونو حارس مرمى نادي إشبيلية الإسبانية بادو الزاكي أفضل حارس مرمى في تاريخ الكرة المغربية على الإطلاق. وقال بونو خلال استضافته على شبكة قنوات الكأس القطرية رفقة مواطنه يوسف النصيري في أحد برامجها أن حارس بادو الزاكي يعد أفضل ما أنجبت الكرة المغربية في هذا المركز، وتابع أنه بالنسبة إليه أفضل مدافع جاوره في المنتخب الوطني هو المدافع المهدي بن عطية. وقال إن فريق ريال مدريد برشلونة من أفضل الأندية الإسبانية على المستوى المادي مقاربة مع نادي إشبيلية. نال حكيم زياش الرسمية في تشكيلة تشيلسي بمشاركته منذ البداية في مواجهة بيرنلي لحساب الجولة 7 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء هدف المغربي في مرمى بيرنلي بعد لعبة مشتركة مع الثنائي تيمو فيرنر وطامي أبراهام انتهت بتسديدة عانقت الشباك. يذكر أن زياش سجل اليوم مشاركته الثانية كأساسي مع تشيلسي، حيث خاض المباراة الماضية من دوري أبطال أوروبا أمام كراسنودار الروسي، وساهم في انتصار الفريق اللندني برباعية نظيفة بإحرازه للهدف الثالث. يمر حمزة منديل من فترة صعبة رفقة نادي شالكا، حيث لم يلعب أي دقيقة في البوندسليغا، ففي 6 مباريات مرت لم يغادر اللاعب دكة البدلاء. تطرقت مصادر إعلامية ألمانية اليوم لوضعية اللاعب رفقة شالكا، حيث تم التأكيد على أن المدرب مانويل بوم يفكر في إعطاء فرصة للاعب المغربي نظرا للمجهود الذي يبذله المدافع في التدريبات. لكن المدرب الألماني يرى أن إمكانية مشاركة حمزة منديل كظهير أيسر تبدو جد مستبعدة، لذلك فإن مالوين يفكر في استخدام اللاعب كجناح وإعطائه فرصة لإثبات إمكانياته بعدما لم يغادر أسوار الفريق رغم العروض التي توصل بها في الميركاتو الصيفي.
حتى الدورة السادسة من البطولة الألمانية لم تكن ثابتة ومراهنة على الفوز شالكا الأول في الموسم، قد انتهت قبل قليل مباراة الدوليين المغاربة على وقع التعادل أمام شتوتغارت بهدف ليميتلي، وسبق لشالكا إلى النتيجة من رأسية المدافع تياو عند الدقيقة 30 من الشوط الأول ومن تمريرة الدولي أمين حارث من ضربة خطأ، والعائد بانتفاضة جيدة وعودة إلى الأضواء التوهج الهجومية بعد أن قدم شوطا رائعا وسخيا. إلا أن هذه الفرحة لم تكتمل خلال العشر دقائق من الشوط الثاني بعد أن استعاد شتوتغارت تعادله من ضربة جزاء انطرى عليها غونزاليس بثقة العودة في النتيجة، وتعتبر تمريرة حارث الأولى من نوعها في الموسم الكروي. قال توتو ميركاتو الإيطالية إن لائحة فيورنتينا لمواجهة مضيفه روما يوم غد الأحد في الجولة السادسة من منافسات بطولة سيريا ستعرف عدة تغييرات، وأضافت أن المدرب جوسيب بياكيني سيحتفظ بالشكل 3-5-2 من حيث الرسم، لكن من حيث حمولتها البشرية ستعرف عدة تغييرات بسبب غياب بيزيلا الذي خضع لعملية جراحية هذا الأسبوع مع شكوك حول مشاركة كايخون المصاب. وأشار توتو ميركاتو أن الشيء الأكيد في يورنتينا أمام روما هو أن الثلاثي خط الوسط سيظل ثابتا ولن يعرف أي تغيير، وبذلك فرسمية أمرابط لا تناقش، ويبحث أمرابط مع فريق الفيولا عن تحقيق نتيجة إيجابية بملعب الأولمبيكو لتحسين وضعيته على لائحة الترتيب، علما أنه يحتل حاليا المركز العاشر بسبع نقاط فيما يحتل روما المركز التاسع بثمان نقاط. قادت الصدفة نوردين أمرابط لاعب فريق النصر للالتقاء من جديد بالناخب الوطني السابق الفرنسي هيرفي رونار مدرب للمنتخب السعودي، ونشر الفرنسي رونار على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعه بالمدافع أمرابط داخل صالة للرياضة، وعلق عليها رفقة صديقه نوردين أمرابط، وتربط علاقة صداقة متينة بين الناخب الوطني السابق رونار ومجموعة من اللاعبين الدوليين المغاربة كما هو عليه الأمر بالعميد مهدي بن عطية. ورغم تولي مهمة تدريب المنتخب السعودي فالمدرب الفرنسي ما زال على تواصل دائم بالدوليين المغاربة. صرح مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي فرانك لامبارد أنه يحب الثقة والعقلية التي يتمتع بها اللاعب المغربي حكيم زياش، كما يؤمن أن المغربي سيكون سلاحه لخرق دفاعات الخصم. تشيلسي الذي افتقر في المواسم الماضية إلى اللاعب من طينة حكيم زياش، لاعب قادر على خلق الفرص والتمرير بين خطوط الخصم، كما صرح لامبارد أن هذا من الجانب المؤهلات التي يعشقها في لاعبه المغربي، وقد أبان على جزء منها في مباراة دوري أبطال أمام كراسنودار الروسية. يقول لامبارد يمكنه خلق التمريرات، وقد شعرت الموسم الماضي أننا نفتقر لذلك عندما كنا نلعب ضد الدفاعات المتأخرة، لقد رأينا قليلا من جودته وشخصيته ضد كراسنودار. فكرة الاستلام الكرة والاستدارة المواجهة للأمام وإيجاد التمرير قبل أن يقوم فريق الخصم بإعادة ترتيب صفوفه، هذا ما يسعدني رؤيته من حكيم. أنا حقا أحب شخصيته، لقد تحدثت معه في وقت سابق عندما وقعنا معه ودهلت بثقتي في نفسه، هناك ثقة داخلية أحبها، نحتاج إلى لاعبين يتمتعون بالثقة والشخصية يؤمنون بضرورة تواجدهم هنا، لقد كان حلما مطلقا العمل معه.